اجهزه الصوت، بيشوفوا البرزنتيشنز عروضها عامله ازاي. كل دول شباب من اماكن كتيره، حتى على مستوانا المحلي في مصر هنا. اللي اتعامل مع الشباب دول واللي حضر منتديات شباب قبل كده هيشوف انه انت عندك شباب اولا من كل محافظات مصر، من الصعيد ومن الدلتا ومن اسكندريه ومن القاهره ومن القاهره الكبرى ومن كل مكان في مصر. عندك ايديولوجيات مختلفه، عندك نماذج مختلفه، مجموعات شبابيه كده جايه من بتشارك في مؤتمرات وطنيه. كل دول موجودين، والنماذج الحقيقه اكثر من رائعه. الحلو كمان في الموضوع اللي لفت نظرنا بقى انه الشباب، وانا بركز جدا على فكرة الشباب عشان هم صناع القرار في منتدى شباب العالم، هم اللي بيختاروا التوبكس او المواضيع اللي هيتكلموا فيها، هم اللي بيختاروا الموضوعات اللي عايزين يشاركوا شباب العالم فيها. من ضمن الحاجات اللي قرروا ان هم يتكلموا فيها باذن الله في المنتدى فكرة الرد على بعض الشائعات اللي تم رصدها. وخلينا نتكلم بصراحة، هي كتير منها متعلق بالمنتدى نفسه. يعني مثلا ابرز هذه الشائعات واللي جت طبعا على السوشيال ميديا، انه دول الدولة بقى صرفة قد ايه، كم مليون جنيه بقى علشان منتدى الشباب ده، مش كان احسن بدل ما نجيب مجموعة شباب كده ونصفرهم ونوديهم يقعدوا في شرم الشيخ وبتاع، نعمل صرف صحي ولا نعمل معرفش ايه. ده بيتقال، بنتسأل عليه طول الوقت، حتى يعني باعتبار ان احنا حتى يعني بنحضر المنتديات دي وموجودين وعارفين الشباب دول وعلى تواصل دائم بيهم، بنتسأل الاسئلة دي. ردوا على فكرة مثلا انه مصر تستضيف، طبعا ده كان الخبر اللي كان مكتوب، 5000 شاب من 145 دولة مشاركة في منتدى شباب العالم، انه في كذا 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 كذا، فايه ايه بقى العائد من هذه المؤتمرات؟ ده النقطة الأولى مثلا. الحقيقة بقى، ودي اللي ردوا عليها الشباب، انه الدولة لا تتحمل تكلفة تنظيم منتدى شباب العالم. المنتدى ده الصرف عليه وال 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 والناس اللي بتسافر والناس اللي بتروح والناس اللي بتحضر ودعوة الشباب من بره، الدولة من ميزانية الدولة اللي هي فلوس حضرتك يعني وفلوسي والضرائب اللي ندفعها دي، مش دافعة فلوس في هذا المنتدى. المنتدى ده بيقدم لمصر على الجانب الآخر، لو حضرتك بتبص لها من أنجل واحدة إنه دول مجموعة شباب طالعين يعملوا مؤتمرات وندوات، لا، بص على الجانب التاني، في مكاسب عديدة الحقيقة، والمكاسب دي على مستويات متنوعة. أمنية زي ما قلت لحضراتكم، فكرة إن الشباب تيجي وتتكلم على شرم الشيخ وتتكلم على القاهرة على مصر وتتكلم على الأمن والأمان اللي موجود. سياسية، سياحية، اقتصادية، دي كلها حاجات مهمة. من الإشاعات برضو اللي تم رصدها للشباب المنتدى العالم رصدوها، إنه مفيش شفافية في اختيار اللي بيشاركوا من المصريين. قال لك برضو يا عم الشباب اللي بيطلعوهم منتديات الشباب دول بيبقوا كلهم معروف سلفا هم مين ومختارينهم بشكل معين وبتاع. حقيقة إن الشباب نفسهم ردوا، في منهم ردوا حكوا قصصهم وقالوا أنا جاي من محافظة كذا وأنا قدمت على الويب سايت وتم اختياري، وفي تنوع في الشباب. احنا كشباب في منتدى الشباب من مجالات مختلفة، مجالات ثقافية مختلفة، كلنا جايين من ثقافات مختلفة، في مننا اللي مركز على الفن، في مننا مركز على الاقتصاد، السياسة، التربية، احنا بنقدم صورة كشباب، صورة تكاملية. فدي ردوا عليها بالنسبة لاختيار الشباب المصري يعني، وانه كمان تم مراعاة تمثيل جميع المحافظات المصرية، كل الفئات الشبابية، وتم الاخذ في الاعتبار انه في دعوة لمجموعات شبابية ما شاركتش في المؤتمرات الوطنية للشباب السابقة، وفي حرص الحقيقة من إدارة المؤتمر إنها توزع الفرص على جميع الشباب، يعني ما يبقاش مجموعة من الشباب هم اللي هم اللي كل مؤتمر. أنا مش بتكلم على التنظيم، بتكلم على الحضور والمشاركة. الشباب اللي بيقفوا كده ويمسكوا الميكروفون ويكلموا رئيس الجمهورية ويقولوا له يا ريس أنا بقترح كذا، أنا عندي مشكلة في كذا، أنا قريتي فيها كذا، أنا عايز أقدم بحث علمي، أنا عندي فكرة. دي الحقيقة كلها نقاط محترمة جدا وهيلة جدا اتكلم عليها شباب منتدى شباب العالم. احنا كمان الحقيقة شفنا انه الوزير سامح شكري وزير الخارجية طبعا كتب الحقيقة كده مقالة محترمة جدا، او يعني خاطر، خلينا نقول هي خاطر مش مقالة، بيقول فيها إهداء لمن يتساءل عن جدوى منتدى شباب العالم 2018. ده وزير الخارجية اللي كاتبه الحقيقة، وزير سامح شكري، ودي حاجة محترمة وغريبة شوية عن مألوف، يعني وزير الخارجية يكتب، بس هو في النهاية مواطن، مواطن وهو من دائرة صنع القرار المصري، فهو برضو يعني قريب من دوائر صنع القرار، هو مش قريب، هو من
هذه الدوائر، فشايف عنده المعلومة وعارف بيتعامل مع الشباب دول. بيقول ده الوزير سامح شكري، احنا معانا شباب المقالة على الهوا، هننزلها على الهوا. بيقول انه كانت احدى اكثر التجارب اثراء لي في العام الماضي ان اتيحت لي فرصة التفاعل مع الشباب من جميع انحاء العالم في منتدى شباب العالم اللي استضافته مصر في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، فحينها تجدد شعوري بالامل اننا نسلم الراية الى جيل جديد واعد، وذلك عندما استمعت مباشرة الى قصص الشباب من مختلف انحاء العالم ورؤيتهم للقضايا الدولية وتصورهم الخاص للمستقبل، وادركت ان كل شاب او شابة لديه قصة مختلفة ليرويها، الا ان وراء تلك الاختلافات الظاهرية توجد ارضية صلبة للاهداف والاحلام المشتركة. وفي الواقع فان الامال والقيم الانسانية المشتركة تعزز من اعتقادي بانه يمكننا ان نتخطى اي اختلافات وأن نعمل سويا من أجل بناء غد أفضل. وفي غضون الأيام القليلة القادمة سوف نجتمع مرة أخرى مع أكثر من 5000 من الشباب قادة المستقبل من جميع أنحاء العالم في الدورة الثانية من منتدى شباب العالم الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. كاتب الحقيقة يعني خاطر حلو جدا، كاتب انه في الواقع فان كل موضوع من الموضوعات المقرر طرحها خلال جلسات المنتدى يحمل عددا لا يحصى من القضايا الفرعية، يعني هي قضايا رئيسية وبينزل منها قضايا فرعية. نحن نتطلع إلى التفاعل مع الشباب في تلك الجلسات والتعرف على المخرجات والتوصيات التي سيطرحها الشباب في كافة المجالات، وكل إيمان بأن هذا الجيل لديه قدرة كبيرة على التغيير، فهو يمتلك من المعرفة والتكنولوجيا والابتكار ما يمكنه من بناء غد أفضل. خاطرة جميلة الحقيقة الوزير الخارجية، كونه تعامل مع هذه المجموعات من الشباب وتفاعل معهم. حلو، بيبقى مشهد جميل جدا لما تشوف انه الوزراء قاعدين والشباب قاعدين والشاب بيطلع يسأل الوزير ولا السفير ولا بيسأل اي حد قدامه اي سؤال هو عايزه، يطرح عليه مشكلة، يتكلم معاه في موضوع، اي حاجة، يعني اي حاجة بتيجي على بال الشباب الحاضرة بيقدروا يكلموا فيها. محدش بيقول لحد قول ايه وما تقولش ايه، بيتفتح الكيوز اند ايز اللي هو الكيوز كويشنز اند انسرز اللي هو الاسئله واجوبه، بيتفتح الباب اي حد من الشباب في القاعه بيرفع ايده بياخد دوره بيتكلم وبيسال وبيطرح وبينتقد. هل كانت هذه اللقاءات موجوده من قبل؟ طب هل لما نقول انه هناك قياده سياسيه حاليه مؤمنة حقيقة بالشباب، هل احنا كده بنجامل او بنبالغ او بنطبل؟ لا لا، لانه احنا بنقول كلام موجود على ارض الواقع. حقيقة انه منتدى شباب العالم من المنتديات او من الافكار المحترمة جدا، والتفاعل مع الشباب بهذا الشكل واعطاء الشباب الامل انه يحضروا حتى ما بيجيش عليه الدور او لا يتم اختياره، هو عارف انه هيقدم تاني وانه ان شاء الله ممكن المرة الجاية يتقبل، هياخد فرصة، هيمثل قريته، هيمثل محافظته، هيروح وهيتكلم وهيطرح. لا، الحقيقة انه شغل محترم جدا، واعتقد انه متابعة الجلسات والندوات على مدار ايام المنتدى هيكون طبعا اكيد موجودة على كل القنوات، اعتقد انها حاجة مفيدة جدا. انا بتمنى بس من كل شاب دلوقتي ممكن يبقى بيسمعني، عارفة انه الشباب ما بتقعدش قوي تتفرج على التلفزيون، هم سوشيال ميديا اكتر، انا عارفة ده، بس حتى لما يعني الكلام ده ينزل على يوتيوب ويتشير على فيسبوك وعلى سوشيال ميديا، اتمنى بس من كل شاب شايف ان صوته مش مسموع، كل اللي بطلبه منك انك لو ما اتفرجتش السنة اللي فاتت اتفرج السنة دي كده، حاول تتابع جلسة او اتنين على مدار الثلاث اربع ايام منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، اتفرج كده وشوف، شوف التفاعل، شوف الصراحة اللي بيبقى فيها كلام كده، شوف الموضوعات، شوف الجرأة في فكرة ان الشباب بيطرح اي حاجة وعايز يتكلم فيها، اتفرج وشوف واحكم بنفسك، ده اعتقد انه هيكون مفيد جدا.